لا شك طبعا أن إسرائيل لديها هدفان. الهدف الأول هو القضاء على حماس، وهذا مستمر وإن كان فشلت في ذلك. والهدف الثاني طرحين سكان قطاع غزة. من الواضح أنها لم تحقق أي من الهدفين، ولم تستطيع لجم المقاومة المستمرة حتى الآن، وبالتالي هي ماضية على الرغم من التحذيرات الأمريكية بشأن النواحي الإنسانية وحماية المدنيين والمحافظة على شرعية العمليات، لكن ذلك يستمر. وهذا تحدي إسرائيلي واضح للإرادة الأمريكية. لكن الأمريكيون هم شركاء حقيقيون في هذه الحرب، هم يريدون القضاء على حماس، هم يريدون أن يكون مستقبل القطاع ومستقبل الضفة الغربية بإدارة سلطة فلسطينية معززة كما يسمونها، وهم لديهم خطط مع دول عربية. لا يريدون طبعا بقاء حماس بأي شكل من الأشكال، حتى الكثير من الدول العربية شريكة في هذا، بالدليل على أن خطابها التحذيري كان يقتصر على التحذيرات أكثر منه على التهديد بخطوات عملية معينة. وعليه فإن الولايات المتحدة تراقب ذلك بقلق، خاصة وأن المعارضة الأمريكية كبيرة في الداخل وهي تتسع، وحتى الأصوات في الكونغرس كما نعلم تتغير، الموازين بالنسبة للرأي العام الأمريكي تتغير، التظاهرات هي أكبر بكثير مما كانوا يتوقعون. وعليه فإن الولايات المتحدة تشعر بقلق، لكنها حتى الآن لا تزال تمد إسرائيل بكل أنواع السلاح الذي تحتاجه، وتشارك في المعارك كما يقول الفلسطينيون بشكل واضح. هناك طائرات أمريكية تحلق، وهناك أسلحة، وهناك صيانة، وهناك ذخائر تأتي إلى إسرائيل للقبة الحديدية وغيرها بشكل منتظم. بالتالي الأمريكيون هم شركاء فعليون في هذه المعركة، وخسارة المعركة هي خسارة استراتيجية لهم، خاصة إذا استطاعت حماس الصمود.